السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام. الآن في ردة فعل الضربات الترجيحية بعد انتهاء الشوطين الأول والإضافي الأول والثاني بتعادل سلبي بين منتخبين المصري والكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا. والآن نحن بصدد عمل ردة فعل لضربات الترجيح، ونتمنى أن المنتخب المصري تفوق على نظيره الكاميروني ويتأهل للنهائي لمقابلة السنغال. ونشوف الركلة الأولى لمنتخب الكاميرون، وفي حراسة المرمى الحارس أبو جبل الشهير بجباسكي. طيب احنا بانتظار الركلة الأولى لأبو بكر فانسو. أبو بكر لاعب نادي النصر، طبعا أنا عارف أنه قلوب النصراويين كلهم مع أبو بكر، لكن نتمنى أنه أبو بكر يضيع. كان غائب طبعا، كان محمود او محمد عبد المنعم كان واكل الجو عليه، تقريبا قطع منه حوالي 4 كرات او 5 كرات. هذه يلا جباسكي، اوه هدف. الركله الاولى هدف لمنتخب الكاميرون عن طريق لاعب نادي النصر السعودي فانسو ابو بكر. الان نشوف زيزو اللي نزل بديل لمحمد شريف. طبعا محمد شريف نزل في بدايه الشوط الاضافي الثاني وغيره في نهايه الشوط الثاني ونزل زيزو. يلا يا زيزو الله عليك، يا سلام عليك يا زيزو، يستاهل يستاهل يستاهل. المدافع رقم 4 هارون ماكودو، ومرتبك قليلا مرتبك. يلا يا جباسكي برا جباسكي، حلوه يا جباسكي، صدها جباسكي لانه كان مرتبك زي ما قلت لكم. ابو جبل يصد الركله الترجيحيه الاولى، صد الاولى في الشوط الثاني لمنتخب الكاميرون. كذا النتيجه ما زالت 1-1 لان الكاميرون شاتت اول. فبانتظار ضربه ترجيحيه الثانيه لمصر، ونشوف مين اللي راح يسددها. محمد عبد المنعم هذا انا حلقب بونوتشي العرب، يعني لاعب بمواصفات عاليه وبزياده عن بونوتشي بالمهاره. يعني شفنا مراوح كده على فانسو ابو بكر، على ايكامبي، شفنا يعني ثبات واداء مستوى ما شاء الله تبارك الله، عيني بارده عليه. يلا يا عبد المنعم، يا سلام، بكل ثبات. هذا بونوتشي القادم، يعني رجل ما شاء الله تبارك الله. هذه الركلة الثالثة للكاميرون، يمكن برا فوق. صدها أبو جبل، والله أبو جبل جابها. أبو جبل صد الركلة الثانية واللي هي التصويبة الثالثة للمنتخب الكاميرون. أبو جبل بروح وبثبات، يعني أكيد اللي تعلم من الحضري، يعني وين عنه نادي النصر ممكن يتعاقد مع أبو جبل. أبو جبل يعتبر يعني حارس مرمى متميز في الكرات العالية، شفنا ممكن هفوة كانت يعني ممكن بسيطة، لكن سوء أرضية الملعب. أبو جبل حارس ثقيل، شفنا كيف عوض الشناوي وكأن الشناوي ما كان موجود. هذه الركلة الثالثة لمنتخب مصر لاشين، مهند لاشين أيضا البديل وأونانا. يلا يا لاشين، يلا يا سلام عليك يا لاشين بكل ثبات. أخذ أونانا على الجهة اليسرى وحطها في اليمنى، يا سلام. منتخب مصر إلى الآن متقدم بثلاثة أهداف إلى هدف. ففي هذه الركلة الرابعة لمنتخب الكاميرون ربما تكون الحاسمة، ربما تكون الحاسمة إذا منتخب الكاميروني عن طريق أيضا البديل كليتون جي. اعتقد انه راح يطيرها برا، خذوها مني حيطيرها برا. خلاص مع السلامه، باي باي يا ايتو. يا جبل ما تهز ريح، يلا يا جبل ما تهز ريح، خد مصر وطاير مصر للمباراه. حتى وقوفه خاطئ، ضيع، قلت لكم ضيعها، طلعها برا.
مصر تتأهل رسميا لملاقاة السنغال. اوه في إعادة. لا 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 خلاص انتهت انتهت انتهت. قسامة كان وده يعني يمدها. يا قسامة حرام عليك انت والزمن تكسى علينا يا قسامة. منتخب مصر يتأهل رسميا لملاقاة السنغال في المباراة النهائية على أرض الكاميرون. مصر تقصو تقصو وتقصي الكاميرون وتأهلوا إلى النهائي لملاقاة السنغال في مباراة راح تكون مكررة مرتين حتى في تصفيات كأس العالم. هل هي الثامنة؟ أنا ناوي وعلى أنا غاوي وعلى الثامنة ناوي، أو إنه المرة الأولى للسنغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام، متابعي قناة جايد لاين سبورت. قبل ما نبدأ نحلل مباراة منتخب مصر والكاميرون، نحب نبارك للأشقاء المصريين تأهلهم لنهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة على أرض الكاميرون لملاقاة السنغال، ونتمنى لهم أنه يفوزوا بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم. المنتخب المصري يعني قدم اليوم ملحمة كروية ممتازة جدا، وقدروا يتغلبوا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون. شفنا اليوم مباراة كانت يعني في بدايتها كانت حذرة جدا من المنتخب الكاميروني. اعتمد المنتخب المصري طبعا بتعليمات كارلوس كيروش المدير الفني بلعب التمريرات القصيرة البينية اللي ترهق المنتخب الكاميروني، والمنتخب الكاميروني دائما يسعى جاهدا للحصول السعي وراء الكرة للحصول عليها قطع الكرات. وشفنا طبعا أول هجمة في المباراة تقريبا في الدقيقة التاسعة كرة كانت من محمد صلاح ركلها بعيدة شوية. طبعا المنتخب المصري قدم زي ما ذكرنا يعني جميع اللاعبين قدموا أداء ممتاز، وشفنا تدخلات يعني من الحكم بكاري قسامة من دون أي داعي. يعني أعتقد بكاري قسامة كان يعني لأنه شاف كارلوس كيروش كان على الخط دائما يوجه اللعيبة، فتوجه له بالإنذار للمرة الأولى وبالكرت الأحمر طرده إلى المدرجات. حتى يعني وائل جمعة في الإدارة الفنية أخذ أيضا كرت أصفر. ما كان باقي إلا كان يعطي علي محمد علي معلق المباراة كرت أصفر. يعني اليوم بكاري قسامة صراحة كان يبغى يخدم صامويل إيتو على ما أعتقد. شفنا اليوم زي ما ذكرنا مباراة رجولية من محمد عبد المنعم اللي كان نجم اللقاء، غطى فانسا أبو بكر وحجم حجمه وكان يعني خطير جدا فانسا أبو بكر في المباريات الماضية. لكن أعتقد منتخب الكاميرون ما واجهه منتخب قوي وكبير. مواجهتهم للمنتخب مصر يعني حجم منتخب الكاميرون أفضل هجوم في البطولة. عندهم هدافين، واحد يمتلك 6 أهداف اللي هو فانسا أبو بكر و5 أهداف إيكامبي، ما قدروا يسووا أي شيء. فعلا منتخب الكاميرون كان يعتمد على الكرات الطويلة، شفنا كرات خطيرة جدا خاصة من المدافع رقم 5 إنقادو. كرة كانت على القائم ومرة إيكامبي طلعها أبو جبل اللي يعتبر أيضا نجم المباراة مع محمد عبد المنعم، كذلك عمر كمال اللي تحصل على كرت. شفنا يعني المنتخب المصري مسوي مثلثات على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، ورجوع مصطفى محمد اللي أعتقد أنه يعني رغم أنه ما سجل، لكن مصطفى محمد يعتبر لاعب تكتيكي من الطراز الرفيع يساند الدفاع في الكرات العالية. كان حاضر مصطفى محمد. طبعا في الشوط الثاني تغير لعب المنتخب الكاميروني والمنتخب المصري. طبعا المنتخب المصري تحسن أداؤه بنزول تريزيجيه بخروج عمرو السولية ونزول تريزيجيه، طبعا غير مجرى المباراة زي ما كان غير تريزيجيه مجرى المباراة في مباراة منتخب الشقيق المغربي في المباراة الماضية. تريزيجيه نزل لأنه تريزيجيه أحسن واحد على واحد كان جدا ممتاز، ويلعب في خط الوسط ويجي كمهاجم وهمي يهاجم على الجناح على يدخل العمق يصوب. وشفنا أكثر من كرة خطرة لتريزيجيه وكان يعني سبب خطورة كبيرة على مرمى المنتخب الكاميروني. وشفنا تقريبا في الدقيقة 56 كأكبر هدية ضيعها صلاح، الظاهر أنه استعجال أو ما توفق فيها. عموما المباراة المنتخب المصري قدم أداء جدا ممتاز، أداء كان حذر جدا من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية كان متزن. وشفنا كارلوس كيروش يعني قرأ المباراة جيدا وغير تغييرات يعني في أثناء اللعب، غيرت
طريقة اللعب يعني 4-3-3 رجع ل 4-4-2 أحيانا صلاح دخل العمق بعد نزول رمضان صبحي، أيضا شفنا كرة خطيرة من رمضان صبحي خاصة في كمان في الشوط الإضافي أعتقد الثاني. لكن بالمجمل منتخب مصر الفراعنة كانوا رجالة فعلا على أرض الملعب، قدموا أداء رائع جدا وتغلبوا على المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح اللي تقريبا طبعا آخر 5 دقائق كل الفريقين كانوا راضين بركلات الترجيح. شفنا كذلك يعني بكاري قسامة اللي ذكرنا مرارا وتكرارا اللي قسى على المنتخب المصري تماما ببعاده لكارلوس كيروش، وكذلك أرضية الملعب يعني شفنا تقريبا انزلاقات يا رجل، انزلاقات بالجملة يعني يمكن تقريبا يمكن أكثر من 12 لاعب تزحلقوا أو الكل تزحلق، حتى علي محمد علي أعتقد أنه تزحلق، وبكاري قسامة يمكن ربما كان ناوي على علي محمد علي يعطيه كرت أصفر أعتقد. لكن المنتخب المصري خرج بأقل الأضرار، عمر كمان راح يغيب عن مباراة السنغال، وأعتقد أنه عمر كمال قدم بطولة استثنائية وبطولة ممتازة، وكمان شفنا نزول إمام عاشور أيضا قدم أداء ممتاز جدا من الناحية الدفاعية وكان مساند جدا للهجوم. لكن وجود أو غياب عمر كمال في المباراة القادمة خاصة يلعب على جهة ساديو ماني، نشوف إن شاء الله المنتخب المصري راح يقدم بروح الفراعنة. المنتخب المصري ممتاز جدا، الروح القتالية العالية، نخشى الإجهاد البدني، نخشى الإجهاد العضلي للاعبين زي ما حدث مع الشناوي زي ما حدث مع جاباسكي وعاد مرة ثانية. نتمنى أنه حتى عمرو السولية ربما يمكن مصاب، نتمنى أنه يكون في أحسن حال ويلعب المباراة النهائية قدام السنغال. طبعا المنتخب الكاميروني طبعا تأثر بخروج يعني أفضل لاعب لهم في البطولة رقم 3 جمالو اللي خرج، ويعني خلاص حد من الخطورة، العرضيات كانت ما هي موجودة، وبعدين تلا خروج إيكامبي كان خطير جدا على مرمى المنتخب المصري. في المجمل المنتخب المصري قدم أداء رائع، وطبعا بدأوا البطولة أعتقد أنهم بدأوا من مباراة كوت ديفوار مرورا بالمغرب مرورا بالمباراة الكاميرون، شفنا منتخب مصري مغاير روح قتالية عالية، شفنا لعيبة يعني على أعلى مستوى خاصة بنوتشي العرب نجم المباراة محمد عبد المنعم اللي كان أداء خرافي أداء مستوى ثابت، حجم خطورة بنسو أبو بكر في أكثر من كرة، شفنا تدخلاته كانت رائعة وساند كمان كذلك ساند عمر كمال في أكثر من لقطة. في المجمل منتخب المصري نتمنى له التوفيق في المباراة القادمة، وما تنسوا تشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشترك فيها، وتابعونا وتابعوا فيديوهاتنا، ولا تنسوا تضغطوا على اللايك، ونشوفكم قريب.